الصور الاولى لحريق سوق المنظره في اسكندريه أه الحريق اندلع بسوق المنظره شرق اسكندريه والحمد لله ما كانش فيه اي اصابات بشريه وسيطرت قوات الحمايه المدنيه على حريق اندلع بسوق المنظره شرق اسكندريه وبدات الواقع على ما تلقى اللواء خالد البراوي مساعد وزير الداخليه مدير امن اسكندريه اختار أه من الحمايه المدنيه وشرطه النجده حول وجود حريق بمنطقه سوق المنظره على الفور توجه رجال مباحث قسم المنتزة الثاني وسيارات الاطفاء والاسعاف لموقع البلاغ تم اتخاذ اللازم والسيطره على الحريق كشفت المعاينه الاوليه ان سبب اندلاع الحريق هو وجود ماس كهربائي وتحرر محضر بالوقع واخترت النيابه تتولى التحقيق ومعرفه جميع ملابسات الحريق